الناس اخويا هات الناس اخويا ولينا نشوفوا التعدي بزاف. انا فلوروب قريت فلوروب الحمد لله وجيت لبلادي وعندي جوج ديبلومات ديال تكنيك وجيت اخويا لبلادي باش تنخدم في بلادي وتحركنا هنا الوالد ديالتنا دايره مشاريع احنا زدنا مشاريع حنا خدامين ومخدمين معانا ما يفوق 34 خدام اللي خدام معانا تاكل معانا وكاينين كاينين شي تجاره اللي ما ربحهم لا حتى حاجه باش واحد العائله تعيشوا معانا. باقي المحل اخويا مسدود بحال كنصلحوا في المحل ديال الوالده تلقيت جدنا الحبوقه مشى عنده الاخ ديالي قال لي راه الحبوقه الفراقات هذه والعين والتراس اللي كاينه هي تيتر ملكيه فهمتي تتخلص هي الواجهه هذا هو اللي ما عرفش. وكاينين الناس حدانا بان الشارع ديالو كامل فيه فوضى الفراشه لاحقه ما عرفناش شنو هو ما عرفناش كيفاش هذا السيد كيفاش يتصرف واش كاينه شي حاجه اخرى بغيت نعرف انا الفوضى تيشوف الفوضى في الشارع تيخليه وما حالات يدير القانون تيجي لهم تيجي تيستهزا انا تكون الريستورو عامره تيدخل تيبقى يقلب يبقى غادي هو واحد المقدم واحد المقدم ديالو تيقول انا تنحكم تيقول المقدم تيقول هو تيحكم راه ما يهضر معاه بقاو يقلبوا في المحل الناس تيستهزاو في الناس تشوف تخلع تتقول اشنو واقع اشنو هادشي صلافيطات المخزن اشنو هادشي تنصبروا تنخرجوا تنعرفوا بان تيستهزئنا باش شي واحد يهضر باش يطيح لنا المقدم حقاش هادي هي اللعبه ديالتو اللي تيديروا هما في البلاد ديما خويا ديما هكا وحنايا المعقمه تيديري فات كوفيد ما دامها تيوثقوا هادشي الكاميرات تيوثقوا لاباري دايرينها برا قلت برا برودوي الكمامات الميزانات ديال الحراره تباعد طوابل دايرين فيهم جوج كراسة والكاميرات تيوثقوا هادشي وحنايا اش عارفين بان الدوله بان عندها السياده وعندنا في الدرايه الله الوطن الملك هو تيحكم في البلاد وحنا غادي مورا سيدنا حنا المفسدين خاصنا نحيدو من هاد البلاد باش تمشي للقدام مادام هاد الناس باقيين يشوفوا هاد الحوايج بان البلاد غتبقى غاديه ان شاء الله علاش غتسدي علاش بغيت تسدي هاد المحل اشنا هو السبب علاش حسابات سياسيه حقاش حنا تنزيو لواحد السيد كاين في السياسه وكان بينو وبينو حسابات سياسيه وبغى يدخلونا حنايا هاد الناس بغى يدخلونا وبغى يصفيو الحسابات بالمواطنين حشومه هادشي تنشوفو في 2021 سد المحل ما كناش كنا في مراكش الوالد ديالتي مريضه جا المحل سدو الصحه بلا ما نسلموا القرار جد معايا اهوان قضائيين شافوا داكشي اللي كاين كتبوها اخويا الواقعه كاع كامله كتبوها ديتها الوكيل المال الوكيل الاول الوكيل العام ديتها ليه عطيتها ليه ديت ليه الشهود ومشيت عند مواطن الضوء جبت فوتو كوبي ديال الرخصه ديالتي قلت لهم ها هي الرخصه وهو دار في المحضر بانني ما عنديش رخصه انا هاد السيد اخويا طاغيه في هاد البلاد احنا خويا سدنا كاع كلشي دابا احنا خويا غنبقاو جالسين وغنعسو وغنبقاو اخويا غنشوفو في الظلم هادشي اخويا خاص سيدنا اخويا يلحق سيدنا ويعرف هادشي ويعرف الناس اخويا اللي خدامين مسؤولين اش يديروا في المواطنين ديالو اش يديروا اخويا راه الظلم هذا اخويا المده اللي سدوا لنا شهر وست ايام دابا وحنا ضرين من هاد القضيه لان حنا عندنا والدين كنصرفوا عليهم عندنا كرا كنخلصوا فيهم ضرين من هاد القضيه وبزاف بغنعرف غير علاش كيسدوا لنا كل مره كيخلعوا لنا الكليان كل مره يجيو يبقاو يستهزئوا كل مره تيبغوا كل مره تيجيو يهاجمن علينا الا بغينا نقول حنا لجنا حنا بلا حتى شي اذن ولا حتى شي حاجه كيفاش ديروا الخروقات بزاف هذا ما كنعرفوا لا قائد لا باشا لا شكون غادي يلحق تيدرم علينا تيجي تلحق تيغوت علينا وكذا بزاف هادشي ها دابا راه شهر وست ايام وراه تأزمنا بزاف كاع هاد الوضعيه بزاف قصحتنا كاع بزاف وطنط اخرى ما تعرفوش كي داخل علينا حيت دابا حنا راه عندنا كليان الناس مزيانين كذا متواضعين معنا بحال ممكن ماشي بحال الحب تهجم عندنا واحد راه بزاف محترمين جميع القوانين قالوا لنا تسدوا مع التسعود حنا تنسدوا مع الثمانيه ونص قبل ما يوصل الوقت كاع وتيقولوا لنا عاود ثاني التباعد كاين التباعد المعقمات كلها طبله محطوط فيها معقم كنشوف اشنو هو المشكل اللي خلاهم يسدوا لنا هادشي اللي بغنعرفوا حنا علاش يعني الظلم هذا بعيني اش اللي بغنعرفوا حنا ما كانش مجموعة حال ما كانش مجموعة حال
تتجاوز جمعوا علينا خدامين مرتاحين خدامين مع الكليان في الصباح تتجاوز جمعوا علينا قال غنسدوا لكم علاش غتسدوا لينا جاوبنا بحال القوه عنصريه بزاف كبيره بزاف كاع راه الشرا شو ما قال خاص يجي عاوب بوحدو بعدا ولا ونقدم ديك الساعه عطانا البلاغ ولا شي حاجه وهضر معنا بشويه باش حنا نصفطوا الكليان ديالنا بشويه وهجم علينا كاع بزاف جاوا جمعوا علينا خلعوا الكليان تاع الكليان ناض خرج في حالاته قال لك لا غادي نسدوا لكم دابا ما فهمنا حنا والو دابا جريوا الكليان واش حنا بغينا نجريوا الكليان ديالنا راه الكليان ديالنا راه بزاف خدمت حنا خدمتنا على والدينا وعلى حنا راه عندنا مسؤوليات الله يحسن العون هذاك من حقهم يدخلوا الكوزينه ويقلبوا واش كاينه شي نظافه واش كاين شي حاجه كاين تعقيم كاين تباعد دخلت الطبيبه الشاف ديال الكويزين تيدخل يجبد ليها هي هابطه الطبيبه دات قانونها تيوري لها تتقرا في لاضات تتلقى كل شيء مقاد الطبيبه دارت قانونها تقلب 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 جا هذا القايد دخل خرج عيط لواحد شايب الراس في العمالة عيط عليه السيد جاس موظف قال لي والله نبقى عليهم تنسد ليهم قال لي نبقى عليهم تنسد ليهم دخل هذاك شايب الراس دخل القايد جبد الحوت قلبو عطى قلباتو قال دوا مع الطبيبة قلباتو الطبيبة عقلاتو شاف الكويزين داز الفران ديال البيتزا طلع عليه صابنيت تاي صاب الروز تاي طيب طلع عليه لقاه نقي صافي اجا داك القايد خارج ها السين مقدم السين مقدم خرج منه صاب الكليان هنا بقى مع الكليان تاي يهضر يهضر مقدم وداير نضر في يديه والكاسكيطه فوق راسو ما عليناش نمشاو بحالاتهم ما تبعنا قلنا ما كاين مشكل هذاك السيد داز على كاع اللي عندهم الريستورات شي صاب عنده كفتاش صاب عنده دجاج صاب عنده داروا لثلاثه الناس الاغلاق حنا ما درناش الاغلاق اش دار اش دار تبرمج هذاك الشيء رجعنا حنا اللي عندنا كل شيء نقي حنا اللي تسد لينا نحل وغدا ثاني يجي ولا سيرت ليا ثاني شي لعبات ثاني ما يمكنش هاد السيد خصكم ديروا لي الحق معاه وعاش الملك عاش الملك عاش الملك في هاد البلاد الا كان الظلم صافي نموتوا كاع نموتوا كاع